بركة الله. أسعد الله أوقاتكم متابعين ومتابعات قناة شفت في مرحبا بكم. أنا اليوم في هذا البث المباشر من مدينة من سيدي يحيى الغرب. كيفما كتشاهدوا معنا نحن الآن أمام منزل الشهيد حمزة. كيفما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شفت في قناة الشعب، دائما معكم من قلب الحدث. كيفما كتلاحظوا معنا بعد قليل غادي توصل الجثة ديال الشاب حمزة اللي كيبلغ العمر ديالو 23 سنة أو الشهيد حمزة. كيفما كتلاحظوا الساكنة كاملة ديال سيدي يحيى الغرب ولا من السلطة ديالها ولا الأمنية ولا السلطات ولا الجماعة حاضرة في هذا الأثناء في مدينة سيدي يحيى الغرب في أمام المنزل ديال جثمان أو اللي غيستقبلوا جثمان ديال رحيل حمزة الشهيد حمزة. كيف ما كتلاحظوا الآن كل في انتظار، كل في هذه اللحظات كينتظروا الجثة ديال حمزة الله يرحمه جل رحمته. الله يصبر الأهل ديالو ويصبر الأصدقاء ديالو ويصبر المغاربة كاملين من طنجة للقويرة. كيف ما كتشاهدوا متابعين الافاضل متابعين قناه شفت في قناه الشعب، دائما معكم من قلب الحدث من امام منزل الشهيد حمزه. كيف ما كتلاحظوا كبير صغير حاضر في انتظار وصول سياره الاسعاف اللي كتحمل الجثه ديال الشهيد حمزه. ان اليه وانا رجعون. الله يرحمه جل رحمات، الله يصبر الاهل ديالو يصبر العائله ديالو الاقارب والاصدقاء ديالو. كيف ما كتشاهدوا الكل في واحد الحاله حزينه، واحد الحاله اللي ما تصوروش في هذه اللحظات متابعين افاضل. اذا كيحضر السيد ايضا السيد باشا مجموعه ديال القياد، كذلك جاء الامن كاملين كيحضروا في هذا الاثناء لاتياء الجنازه ديال هذا الشهيد حمزه. انا اليه وانا راجعون الله يرحمه وجه رحمه. كذلك رئيس الجماعه ديال سيدي يحيى الغرب، كذلك مجموعه ديال الشخصيات اللي كيحضروا في هذا الاثناء باش يحضروا الجثمان ديال الشهيد حمزه. انا اليه وانا راجعون الله يصبروا ويصبر الاخ ديالو، خصوصا الاخ ديالو اللي في واحد الحاله هستيريه، في واحد الحاله اللي ما تصوروش كي دايره، في واحد الحاله اللي ما واحد الحاله ما شنو نقول لكم، حتى اذا عبرت عليها او وصفتها راه قليله واحد الحاله الاخ ديالو اللي ما تصوروش. الله يصبره ويصبر الام ديالو لانها مسكينه مريضه واللي كانت معاه في السمره عند وقوع الحادث. الله يصبرها ويصبر الاب ديالو كذلك والخوته والاخ ديالو. لحد الان مازال ما عرفوش فين كاين هو كيتواجد في فرنسا، كان معاه حمزه لكن مسكين لحد الان مازال ما تواصلش معاهم. ان اليه وانا رجعون الله يرحمه ويجعل رحمته ويرحم امه محمد. اذا دائما معكم عبر المباشر بعد اللحظات هتوصل الجثه ديال الشهيد حمزه بسيدي يحيى الغرب. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شفت في قناه الشعب، كنتمنى جميع المتابعين انكم تبارتاجوا فضلا وليس امرا. إذن لحظات قليلة وغادي توصل الجثة ديال حمزة الشهيد حمزة. إن إليه وإن رجعون. الله يصبر الأهل ديالو. كيف ما كتلاحظوا السيد الباسا رئيس الجماعة، الدكتور السيد العامد الأمن، مجموعة ديال الأصدقاء الساكنة حاضرة كاملة. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي، دائما معكم من قلب الحدث. إن إليه وإن راجعون. الله يصبر الأهل ديالو والساكنة ديال ساكنة سيدي يحيى الغرب وكذلك المغاربة كاملين من طنجة الكويرة وكذلك الجالية المغربية اللي مقيمة بالفرنسا والأصدقاء ديالو اللي كيعرفوا حمزة. الله يصبرهم لأن الحالة ديالهم الحالة دي
حاله ديالهم فواحد الحاله اللي ما تصوروش، فواحد الحاله اللي ما تصوروش على بالكم في هذه اللحظات. اذا دائما معكم، اذا كما كتشاهدوا معنا الساكنه كامله حاضره، كبيرها بصغيرها بوليداتها امام منزل. صراحه في هذه اللحظات كتجيك بكيه وكتشوف هذه الحاله، هذه الحاله اللي ما تصوروش. ان يعني هو ان يرجع الله يصبر الاهل ديالو. مش ما عرفتش حتى القصه او اللي تحت بينا. حمزه مشى للسماره عند خالته، من بعد منها نهار السبت اللي صباح الحد جاهم في الدار قذيفه من العدو، من البوليزاريو، من الانفصاليين جاتهم اللي راح ضحيتها حمزه. حمزه اللي كان مشى في 2016 مع الاخ ديالو اللي مرض، هو اللي كان كيصرف على الاخ ديالو حسب صحه الاخ ديالو اللي هنا كيتواجد. كيقول بانه هو اللي كيصرف على الاخ ديالو اللي كان كيتواجد معاه في فرنسا. لما ساق الخبر الاخ ديالو اللي في فرنسا قال لهم شكون اللي غيكون معايا، شكون اللي غيكون مناسب، شكون اللي غيكون حدايا. كذلك الام ديالو اللي مشات مع مشات بحمزه جاتو جابته في يديها جثه. إنا إليه وإنا راجعون. كذلك الحالة ديال الخالة ديالو، الحالة هستيرية كيف ما شفتي معنا في اللايفات ديال الزميلة ديالنا فاطمة الزهراء. والآن حنا كنتواجدوا بالأمام المنزل، هذا هو المنزل اللي كبر فيه حمزة اللي تزوج فيه 16 عام ديال العمر ديالو. من بعد جا من بعد مشى ديال الفرنسية من 16 عام هو كيمشي ويجي، مشى جوج مرات حسب الصلاحة ديال الأخ ديالو، مشى جوج مرات. هذه الثالثة اللي واليوم في هذا النهار، هذا اللي هو اليوم الاثنين، كان المفروض انه يقطع ويمشي لفرنسا يرجع بحالته. لكن كيف ما قال الاخ ديالو قطع الدار الاخيره، والحمد لله شهيد، شهيد الوطن. الحمد لله حمزه الله يرحمه جرحمات ويصبر الاهل ديالو. انا اليه واني راجعون. الله يرحمه جرحمات ويصبر الساكنه والجيران ديالو والعائله ديالو والاصدقاء ديالو. لان صراحه بعض الاصدقاء اللي كيف ما شاهدتوا معنا متابعين افاضل في بعض اللايفات كيقولوا حنا ما مصدقينش، ماشي ما بغيتش، ما قدروش تدخل لهم العقل. كيقولوا يمكن حمزه عاد مؤخرا كان معنا نهار الجمعه، كيفاش قالوا لنا مات؟ كيفاش لا ان الله محمد صلى الله. وكيف ما شاهدتوا معنا متابعين افاضل اللايفات ديال مع الاخت فاطمه الزهراء اللي الام ديالو تكلمات، اللي شافت اليد ديالو واحد الحاله هيستيريا، واحد الحاله ما تصوروش. الام ديالو فواحد الحاله هيستيريا، الله يصبرها ويعطيها القوه. وهي اصلا كيف ما كيحكيو لنا انها في حاله ديالها مرضيه، مريضه مجموعه الامراض، الله يشافيها ويعافيها ان شاء الله ويصبرها ويعطيها القوه. ماشي سهل انها تفقد الابن ديالها. الان في انتظار فضل بعد قليل غادي تم وصول سياره الاسعاف اللي جات من السماره. كذلك كيحضر الان كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افاضل رئيس الجماعه ديال مدينه سيدي يحيى، كذلك السيد العميد وسيد باشا، مجموعه من السلطات كتحضر في هذه الاثناء متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب. اذا كيف ما كتلاحظوا كبير صغير حاضر في انتظار جثه ديال حمزه. الله يرحمه جرحمه. انا اليه واني راجعون. إذن دائما معكم متابعين افاضل متابعين قناه شرطه في قناه الشعب في هذا البث المباشر. إذن كيف ما كتلاحظوا في انتظار بعض اللحظات غتوصل جثه. الله يصبر الاهل ديالو ويصبر الاصدقاء والساكنه ديال سيدي يحيى الغرب. إذن بعد قليل حنا في الان في انتظار هذا انتظار الجثه ديال حمزه اللي جايبينها في سياره الاسعاف من السماره. إذا السيد القائد المقطع الأولى بمدينة سيدي يحيى كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل. رجال التحية للرجال الأمني اللي كيسهروا على هذه الجنازة كيف ما كتلاحظوا. إذا بعد قليل غيتم كيف ما كتشاهدوا معنا غيتم غيوقفوا الطريق باش يدوز الجثة. إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. إذا قريبا، إذا بعد قليل قليل بعد قليل غادي توصل جثة ديال حمزة أو الشهيد حمزة. الله يرحمه جرحمته ويصبر الأهل ديالو. إنا إليه وإني راجعون. الله يصبرهم ويصبر الأهل ديالو والمغاربة كاملين، لأن ما بقاش ولد مبافل ولا ولد المغاربة كاملين متابعين أفاضل. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا سيدات استقبال الشهيد حمزة عبر سيارة الإسعاف
اللي جايه من السمارة، لحظات قليله يتم الوصول ديالها. اذا كنظن انهم في هذه اللحظه قطعوا الطريق باش يوصلوا لجدتها باش يدير الوداع الاخير على لا لا ما حصلش شنو نقول لكم. اذا احنا الان متبعين افاضل في الانتظار، انا اليه وين نرجعون، انا اليه وين نرجعون، متابعين ومتابعات قناه شباب قناه الشعب. اذا في هذه اللحظات اذا كيف ما كتشاهدوا معنا الكل في انتظار كبير صغير في انتظار إذن معنا أحد الأصدقاء أو الجيران ديالو اللي كيشارك. مرحبا بك، الله يعدم عزو، الله يرحمه جراح حمات، الله يصبركم. الله يعمينا في العالمين. تحياتي لك أخويا، تحية لشوف تي في. شكرا للأخ ديالنا. بكل صراحة هذا النهار هذا اللي هو نهار عندنا ديال الحزن ديال جميع المغاربة، ماشي غير العائلة ديالنا، العائلة ديالنا، وإنما جميع أنحاء ديال تقريبا ديال المغرب والدول الخارجية اللي اتصلوا بنا الإخوان ديالنا اللي اعتزونا حتى هما. هذا المصاب هذا اللي هو مصاب مع ما لا حول ولا قوة إلا بالله. هادشي خطير جدا تيوقع في المغرب ديالنا، وحنا كما تنقولوا الحمد لله تنعرفوا البلاد ديالنا الأمن والأمان بالجنود ديالنا الحمد لله وبالأمن ديالنا وبصاحب جلالة. هادشي جانا غريب ومازال ما مصدقينش هاد الحوايج هادو، مازال ما مصدقينش. إذا قبل قليل كنت هاد المسألة هادو قلت للناس ما مصدقينش هاد المسألة، ما مصدقينش أصاحبي في بلادك وقع لك هاد الحاجة، راه ما لا حول ولا قوة إلا بالله. تنطلبوا من صاحب جلالة والناس المسؤولين ياخذون الاجراءات اللازمه في هاد الناس هادو. هادو خصهم الاعدام بكل صراحه، واعدام قدام الملا بكل صراحه. لحقاش البلاد ديالنا مهنيه الحمد لله، واكلين شاربين، كلشي بخير وعلى خير، رغم المعاناه رغم ولكن الحمد لله. هادو انفصاليين بوليزاريو، هادو هذا الشيء ما لا انفصاليين مين نعم نعم هادشي ما عمره كان عندنا. هادشي حنا الحمد لله كما تنقولوا عايشين في الهناء، في الهناء الحمد لله، البلد ديالنا في الامن. ولكن تشوفوا هذه الحاله هذه خويا، راه هذه الحاله خطيره، ونتمنوا من الله سبحانه وتعالى ومصاحب الجلاله ياخذوا لنا حقنا من هاد المجرمين اعداء هاد الوطن. نعم استاذي، كنت في هذه اللحظات كنتظروا الجثه ديال الجثه بقاتنا تقريبا واحد ثلث ساعه تقريبا ولا نص ساعه يكون هنا ان شاء الله باذن الله الماكسيموم. نعم. هما في النيميرو تبقى واحد 27 كيلومتر تقريبا يكونوا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله قل ان شاء الله قل من 30 دقيقه ان شاء الله يكون الخير ان شاء الله باذن الله. نعم شكرا لكم، والله يحفظكم. العفو، يا ربي يا ربي، الله يحفظكم، الله يصبركم. اذا كيف ما كتابعوا معنا، كيف ما لاحظنا انه بقات الدقائق اننا وصلوا الان في 27 كيلومتر بالضبط. لان كنشوفوا انهم على حسب التصريحات ديال هذا السيد كيقول انه بقات له 27 كيلومتر. اذا هذا هو كيف ما قلت لكم متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي، اذا هذا هو المنزل ديال الشهيد حمزه كيف ما كتشاهدوا. اذا لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، الله يصبرهم ويصبر الاهل ديالو والعائله والساكنه. كيف ما كتلاحظوا معنا الساكنه حاضر كامله بكبيرها بصغيرها، جايه تعزي في الشهيد حمزه اللي كيبلغ العمر ديالو 23 سنه. الله يرحمه جراح حمات، الله يرحمه جراح حمات ويصبر الاهل ديالو. اذا في انتظار وصول الجثه ديال الشهيد حمزه اللي كيبلغ العمر ديالو 23 سنه، المقيم بالدوله الفرنسيه من 2016. جا زياره فقط عند المغرب، ومشى قال انه خالته اللي حكم ان خالته اللي خالته اللي هي كتقوم بالزياره، كتقوم عفوا اللي هي مربيه عفوا اعتذر، فهي اللي مربيه هي اللي مكبره، مشى يشوفها قال امشي يشوفها، لكن قدر الله ما فعل ما شاء. الله يرحمه ويرحم الرحمات، الله يصبر الاهل ديالو ويصبر الاقارب ويصبر الكل ويصبر المغاربه كاملين. إذا دائما معكم متابعين أفضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب.
إذن كيف ما كتشاهدوا معنا الكبير والصغير في هذه اللحظات كينتظر. إذن كيف ما كتشاهدوا معنا في الصورة الآن السيد رئيس جماعة سيدي يحيى الغرب، كذلك مجموعة ديال المسؤولين اللي حاضرين. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب، إذن كبير صغير كينتظر جثة ديال حمزة الشهيد حمزة. إذن غادي ناخذوا أحد التصاريح ديال أحد الساكنة ديال مدينة بونيتيرا سيدي يحيى، عفوا سيدي يحيى الغرب. أعتذر، السلام عليكم. الله يعزنا واحد في هذا الشهيد، مرحبا. السلام عليكم. حنا هاد الصدمة في سيدي يحيى الغرب دابا اللي كلشي بالصغير ديالها بالكبير ديالها كلشي كي هاد الفاجعة هادشي دابا تتشوف كلشي قدامك. هاد الفاجعة هادي اللي هزت العالم كامل وهزت المغرب وهزت سيدي يحيى الغرب اللي هاد الدري هذا باقي شاب وطموح واللي كان في الديار الفرنسية غادي يجي على واحد واش غنقول لك. هاد الصدمة هادي راه حنا صدمنا كاملين والعائلة ديالو الله يصبرهم والله يغفر ليهم والله يرحمه في هاد النهار هذا. وبغينا الحق ديالو يبان وبغينا في أقرب وقت يبان الحق ديالو ونعرفوا شنو كاين في هاد الشيء هذا. راه حنا باقي ما عرفناش هاد الشيء بأمر الواقع، باقي حنا ما عرفناش شنو كاين وبغينا ضروري يبان هاد الشيء هذا وبغينا السلطات تدخل والسيد العام يتدخل ويعرفوا شنو كاين في هاد الشيء هذا. وشكرا. نحضر في هذا الحدث ان مجموعه ديال المسؤولين نحضروا في هذا الحدث. دابا تنتواجهوا، راه كاين رئيس مجلس البلدي وكاين الباشا وكنتسناو العامل حتى هو يجي ويقضي يعطي الحضور ديالو ويعزي هاد الناس هادو، بان منطقه سيدي يحيى الغرب معروفه راه ماشي واحد من منطقه مات شاهد مسكين. احنا ماشي دابا شاهد وشاب ان راه كان في الضياء الفرنسيه وجا عليه واحد 15 يوم هنا ومسكين هذا الشيء اللي كتب له. نتمنوا له الرحمه في هذا النهار هذا والله يغفر له وشكرا بزاف. اذا دائما معكم عبر المباشر متابعين افضل متابعين قناه شفتي كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين ان الي وان رجع الله يرحمه جميع الرحمات الله يصبر كيف ما كتلاحظوا. إذن كيف ما كتلاحظوا الكل كينتظر هذا الاخ ديالو مسكين الله يصبروا. هذا اللي قلت لكم عليه في السابق اللي مسكين اللي في واحد الحاله هيستيريا في واحد الحاله اللي ما تصوروش. إذن الكل كيعزيه. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شفتي في قناه الشعب في هذه اللحظات كي رضا اللي كي الاخ ديالو اللي هو اكبر. إذا متابعين أفضل متابعين قناة شوف تيفي قناة الشعب دائما معكم عبر المباشر من قناة شوف تيفي. إذا كيف ما كتلاحظوا احنا الآن كنتواجدوا بالضبط بالحي ديالهم بالقرب أو أمام المنزل ديالهم بمعنى أصح. إذا كيف ما كتلاحظوا الأب ديالهم مسكين في واحد الحالة، كيف ما كتلاحظوا معنا الأب ديالهم في حالة هيستيريا الكل كينتظر. إذا هذا هو المنزل ديال الضحية، هذا هو المنزل ديال الضحية. الله يرحمه ويجزي رحمات، الله يرحمه ويجزي رحمات، الله يصبرهم ويكون معهم إنا إليه وإنا راجعون. إذا كيف ما قلت لكم في السابق اللي كنظن أنه بعض اللحظات اللي كنشوف السيدات تقربات، إذا بعض اللحظات غادي يتم الوصول ديال جثة الشهيد حمزة. إذا كيف ما كتلاحظوا إذا بدات التحركات المباشر. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا الكل حاضر، كبير صغير الساكنة الناس حتى من ذوي الاحتياج الخاص حاضرين. لا شنو نقول لكم، لا إن الله محمد رسول الله، لا إن الله محمد رسول الله. لا الكل حاضر في باش ينتظر كينتظر الجثة ديال الشاب أو الشهيد صح الشهيد حمزة. إن إلي وإن رجع الله يصبر ويصبر الأهل ديالو. إذا كنشوفوا السيد القائد والأب ديال الضحية في هذه اللحظات والسيد الباشا معهم مجموعة ديال السلطة اللي حاضرة أيضا اللي غادي في انتظار جثة ديال الشهيد حمزة.
متابعين الافاضل، متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب، دائما معكم عبر المباشر من قناتكم. نمشيو عند احد يوتيوبر واصلا هو من السكينه اللي كيتواجد الان، اذا الشنوي اللي معروف او نور الدين ولد السكينه، وكذلك الاصدقاء ديالو غادي يتكلموا معنا في هذه اللحظات في الريتما انها توصل للجثه ديال الشهيد حمزه. نور الدين مرحبا بك معنا، او الملقب الشنوي. كلمة الأولى، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخوتي المغاربة اللي داخل الوطن وخارج الوطن. اليوم أخوتي الواقع اللي وقعت الأخ خويا حمزة والديه، دابا شغنقول لك والديه بواحد الحالة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكيف ما كان الحال تبقى خونا وتبقى خونا شهيد 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 الوطن. ودابا هادشي اللي وقع حنا ما عرفناش وما عرفتش المهم اللي وقع هادشي كامل. لاش دابا الدري مسكين جا من فرنسا، جا بغى يتسارى، بغى يشوف العائله ديالو، بغى يشوف الوالدين ديالو، بغى يشوف الاسره ديالو. قال انا دابا كملت 8 ايام هنايا في مدينه سيدي يحيى، مشى لمدينه السماره. نعم. مشى خوتنا في السماره الله يرحمهم ويرحم جميع المسلمين. كما كان الحال تبقى خونا مغربي. وهادشي كامل علاش؟ تيديروا بنعاني علاش؟ على حسب المستقبل ديال المغرب. شافوا كاس العالم غيتنظم في المغرب، شافوا كاس افريقيا غيتنظم في المغرب، شافوا الشعب المغربي دابا هما المشكل. ما قدوش على الجيش الاسود العسكر ديال المغرب، ما قدوش عليه. ارى شنو هو؟ ارى نبردوها في الشهداء في الابرياء. انا مغاربه، رساله كنصيفطها لابراهيم غالي انفصالي، ما بعثش ربك حتى شي واحد. وهاد القضيه هادي كنتمنى ما تكونش من الطريفه ديالك انتيا، اللي كانت من الطريفه ديالك عخوي الصحراء. حنا المغاربه ما عمرنا غادي نخونوا الملك ديالنا، ما عمرنا غادي نخونوا البلاد ديالنا، غنبقاو مع الملك وكنبغيو الملك ديما، الله الوطن الملك. والصحراء مغربيه ليس من الغربيين المنافقين ديوتيين تما تلاقيتو في هذوك الانفصاليين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا تصنتوا ماشي نفرقوا. حنا ما عمرنا غنخونوا الوطن ديالنا، ما عمرنا غنخونوا الملك ديالنا، غنبقاو مع الملك ديالنا وغنموتوا الشهداء على هذه البلاد هذه وباش ما بغيتو. وديما الله الوطن الملك والرايه مغربيه. وتحيات السلطات كاملين اقاموا في منطقه يحيى الغرب انه شهيد. الحمد لله، الحمد لله. شوف انا شرف لي ود بلادي، وكنت ضامن معاه وخويا راه حمزه هذاك، راه خونا هذاك ود مدينتي، سمعتيني؟ شرف لي يمشي شهيد على بلاده. هو مشى يشوف خالته بسبيل الله، قالت وحشت بلادي وتوحشت الرمله وتوحشت التراب ديال المغرب. بلادي كيف ما كان الحال بلاد كتبقى ديما بلادك. والحمد لله على كل حال، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الله يرحمه ويجري رحمه. اذا دائما معكم متابعين افاضل، متابعين قناه شوف تيفي قناه الشعب، دائما معكم كيف ما كتلاحظوا معنا السكينه حاضره كامله بقوه كيف ما كتشاهدوا. اذا هايتو اجي اجي دابا جيبوه. اذا توصلنا بواحد المعلومه انه بعد الحدث ما كاملينش غادي توصل الجثه ديال الشهيد حمزه. اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افضل كيف ما قلت لكم في السابق، فكنشوف السيدات في هذه اللحظات بعد قليل جميع الشباب حاضر في هذه اللحظات ديال السيد يحيى الله يرحمه ويجري رحمه كيف ما كتلاحظوا معنا. الله يحمو الله يحمو جراح حمد كيف ما كتلاحظوا الشباب حاضر كي وداع. لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله. لحظه مؤثره تعاونوا معنا الله يرضى عليكم، تعاونوا معنا إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل متابعين القناة شفت القناة الشاب. إذن كيف ما كتلاحظوا سعداد سعداد لا إله إلا الله محمد رسول الله.
متابعين افاضل متابعين قناه شوف تي في. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا مجموعه ديال الشباب اللي كيساعدوا الجثه ديال او الشهيد ديال حمزه اللي غادي توصل قبل قليل بعد قليل عفوا اعتذر. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تي الاخ ديالو اللي فواحد الحاله حسيه فواحد الحاله الله يرحمه ويجرح رحمه الله ويصبر الاخ ديالو رضا الله يصبر الاخ ديالو رضا كيف ما كتشاهدوا معنا الله يرحمه ويجرح رحمه الاخ ديالو كيف ما كتشاهدوا لا ولا الاب ديالو ولا الكل في هذه اللحظات ان اليه وإني راجعون ان اليه وإني راجعون. اذا كيف ما قلت لكم سابقا مجموعه ديال المسؤولين حاضرين في انتظار بعد الحدث يتم وصول يوصل جثه ديال الشهيد حمزه الله يصبروا الله يصبر الاهل ديالو الساكنه. اذا غادي نشوفوا كنشوفوا مجموعه تحركات لان هذا هو الشارع اللي يمر منه الموكب الجنازي ديال الشهيد حمزه متابعين ومتابعات قناه شوف تي في قناه الشعب. اذا لحظات ويوصل صراحه مشهد مؤثر ما كاينش اللي يشوف هذا المشهد وما يشدش راسو ما غاديش يبكي لان واحد الحاله. انا حاولت اني بعد من المكان ديال المنزل لان ما قديتش صراحه نشوف ذاك اللحظات اللي هي مؤثره صراحه ولحظات ديال العائله ديال ولا الساكنه ولا الشباب كيف ما شاهدتوا معنا بالنسبه للافاضل ان اليه وإني راجعون ان اليه وإني راجعون. اذا دائما معكم ابراء المباشر متابعي الافاضل متابعي القناه شوف تي في قناه الشعب. الشاب اللي في عمر ديالو 23 سنة شهيد حمزة كيف ما كيقولوا عريس الجنة. إذا متابعين أفضل متابعين القناة شفت في إيدي كيف ما كتشاهدوا معنا كل حاضر الساكنة كاملة حاضرة في هاد اللحظات انتظار السيارة اللي كتحمل الشهيد حمزة. إذن كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين الافاضل متابعين قناه شوف تي في قناه الشعب. لا إن الله محمد رسول الله لا إن الله محمد رسول الله. كيف ما قلنا لكم السابق الساكنة كاملة حاضرة في هذه الأثناء شباب كبار وصغار جا غير فقط زيارة لأرض الوطن ومشى عند خال ديالو الله يحمو جرى حمد الله يحمو وعريس الجنة عريس الجنة. إذن هذا هو المنزل ديال حمزة. إذن كيف ما قلت لكم بعد لحظات قليلة ويوصل الجثة ديال الشهيد حمزة عبر السيارة إسعاف
اللي جابته من اللي جابها كيف ما كتهضروا معنا مسبين افاضل الاب ديالو هو هذا على الحاله مسكين الله يصبره ويعطيه القوه الله يصبره ويعطيه القوه ديال العائله ديالو كتواجد هذا الاخ ديالو الصغير الاخ ديال الكبير اللي هو رضا إذن هذا هو الشاب نتا لاحظك هذا هو الشاب الكبير العمر ديالو 23 سنة الله يرحمه جرى حمد الله يرحمه جرى حمد إن إلي وين راجعون إذن الأم ديالو اللي كانت معاه واللي شاهدت ديك اللحظات ديالو الله يرحمه الله يصبرها الله يصبرها والله يشافيها الأخ ديالو خاه صغير الاب ديالو اذا كيف ما كتلاحظوا الله يصبرهم الله يصبرهم كذلك الخاله ديالو اذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين افاضل متابعين قناه شوف تيفي لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله الله يصبركم الله يصبرهم الله يصبرهم الله يصبرهم يعطيهم القوه الله يصبرهم ويعطيهم القوة إذن دائما إذن كيف ما كتشاهدوا معنا يمكن كنظن أنها وصلت على ما أعتقد كنظن أنها وصلت في هذه اللحظة سيارة الإسعاف وصلت إذن إذن في هذه اللحظة كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل السيد العامل كيوصل إذن وصول جثة هانتوما كيف ما كتلاحظوا معنا إن إليه لا إن الله لا إن الله محمد رسول الله لا إن الله محمد رسول الله إذا السيد الأمير ديال إقليم سيدي سليمان كيحضر في هذه اللحظات مع سيارة الإسعاف اللي كتحمل جثة ديال إذا جثة ديال حمزة إذا كيف ما كتشوفوا معنا كما كتشوفوا الإخوان حضور وازن الجهات المسؤولة والسلطات المحلية نعم على رأسهم عاملة إقليم مدينة سليمان عاش الملك عاش الملك عاش الملك إذا عاش الملك القديمة المغربية عاش الملك لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله منظر لحظات مؤثرة لحظات مؤثرة متابعين أفاضل سيدي باشا يعني. إذا متابعين أفاضل كيف ما كتلاحظوا معنا منظر مؤثر من الآن منظر مؤثر منظر إذا الحالة حالة هستيرية في هذه اللحظات متابعين أفاضل لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عاش الملك عاش الملك عاش الملك عاش الملك اتمنى تكون الصوره واضحه لكم عاش الملك كنتمنى تكون الصوره واضحه لكم متابعين افاضل كنحاولوا اننا ناخذوا الله اكبر الله اكبر على خدام فرنسا
الله يسترك عليهم. إذا متتبعين أفاضل أحسن حياة. إذا السيد العامل ديال إقليم سيدي سليمان والأب ديال الضحية أو الشهيد حمزة. لا إن الله محمد رسول الله، لا إن الله محمد رسول الله. مشهد مؤثر. لا إن الله محمد رسول الله، لا إن الله محمد رسول الله. الأم ديال الله يصبرها ويصبر الإخوان، يصبر الإخوان. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا، إذا عامل صاحب جلالة إقليم سيدي سليمان كيحضر شخصيا وكيشرف على الجنازة. إذا غادي نمشيو مباشرة نتوجهو للسير الإسعاف اللي كتحمل هذا الجثة ديال متابعين ومتابعات أصوات مرحبا بكم في هذا البث المباشر. الجثة ديال خالص الضحية، إذا الأخ ديال الضحية ديال ومع ال ضربوا بالرحمة. والله ياخذ فيهم الحق يا ربي. ورا خويا تشوى في وليدو، ورا خويا تشوى في وليدو، ورا خويا باقي صغير يا ولدي، ورا حتى ولدي باقي صغير، ورا خصبتو بغيت ربي يخصبكم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم، وحسبي الله ونعم الوكيل فيكم. ولد خويا يا ولد خويا، حمزه ولدي يا حمزه. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفاضل، حالة ديال عمته اللي في حالة هستيريا. إذا هذه السيارة اللي كتحمل جثة الشهيد حمزة. إنا إليه وإني راجعون. الله يصبروا الأهل. لا إنا الله، لا إنا الله، لا إنا الله محمد رسول الله، لا إنا الله محمد رسول الله. لا متابعين أفاضل، متابعين قناة شفت في قناة الشعب. إذا كيف ما كتلاحظوا معنا، كيف ما كتلاحظوا. إذا غادي نمشيو للجهة الأخرى كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل، متابعين القناة شفتوا. لا إن الله محمد رسول الله، الله يصبر الأهل ديالو، الله يصبر. إنا إليه وإنا راجعون. لا إن الله محمد رسول الله. إذا هذه السيارة كيف ما كتشاهدوا معنا، سيارة الإسعاف اللي كتحمل فيها كتحمل فيها الجثة ديال الشهيد حمزة. إنا إليه وإنا راجعون. الله يرحمه ويجعل رحمته، الله يصبر الأهل ديالو، يصبر الكل صغير وكبير. كيف ما كتشاهدوا معنا متابعين أفاضل، متابعين قناة شوف تيفي. إذا كيف ما كتلاحظوا، اللهم آمين. الله يرحمه، الله يرحمه، الله يوسع عليه، الله يلخصنا اليوم مسلمين. اللهم اغفرنا وله، الله يرحمه، الله يرحمه. رسول الله، قوموا قوموا تمدحوا لله، العاشقين في رسول الله. الله ينصر سيدنا، والله ينصر سيدنا ونصر مليكنا ويبين غداره وغدار هذا الولد وهذا الشاب اللي مرضنا في قلبنا ومرضنا في راسنا ومرض المغرب كامل داخل الوطن وخارج الوطن. الله يعطي مويته صبر المؤمنين ولباه ولعائلته. ما ماتلكش انت يا رشيده، مات لكل شيء. راه الله اللي مراقب على القلوب. قليل في وجه الله، قليل في وجه الله، والشمته تجي واعره. الله يبين حقه، قولوا امين. الله يبين حقه، الله يبين غدار الصحراء، الله يبين غدار الصحراء وصحراء مغربيه وتبقى مغربيه. والله يحفظ سيدنا والاسره ديالو ويحفظ هاد الناس ويعطيهم صبر الله وصبر المؤمنين. وهذه ماشي هذه واعره، هذه الدقه واعره، هذه ما يقبلها حتى واحد. شلا طموح عنده، شلا ما باغي يدير في الدنيا، وشحال اسره تهز
وديال الجورة، هاز خمريد، هاز خالة في الصحراء، هاز باه، هاز مو، شنا ما باغي هاد الشاب واخا يخدم معاه مغرب و20 ويخدم معاه مغرب ويخدمهم واخا 30 و40 غادي يهز بيهم. الله يخدم من ردمو، الله يقتل من قتلو، الله يحرق من حرقو، الله يحرق من عرقو. وليدي يا 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 وليدي ويش الملك ولا يبين الحق. وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي ولا شويتين. وليدي يا وليدي يا وليدي يا وليدي والله ينصر سيدنا مولاي رشيد والأسرة العلوية وسيدي محمد وشافيه لينا ولاقي علينا العديان ولاقي علينا الكفارة وحنا ما عايقنش وحنا تنرقدوا يدينا النعاس تناكلوا خبيز ونرقدوا ما عارفين والو ونجربوا من هاد التجربة راه تعيش معنا العدو ما عارفينش. الله ينصر بوليسنا والله ينصر عسكرنا والله ينصر مخازنية والله ينصر من كل هو في المخزن من كل هو لاقي علينا. الله يحفظهم والله خالص تلبسهم على خير راه تنختفروا بهم وراه حنا عانيين بهم. حنا ضعافة كيما درنا ضعافة فيما قعدنا ضعافة. الله يبين حقنا الله يبين حق الإسلام الله يبين حق الإسلام. والصحراء مغربية وتتبقى مغربية وهاد الوليد ضاع الله يرحمه غادي للجنة وجا من الخارج خدام على عائلته وطموح وشلا ما باغي يدير وشلا ما باغي يدير وما بغاش الله. اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد. هذه ساعة من ساعات الله يحضر فيها نباسي رسول الله وشكرا فيما تنعيط لكم تجيب وتتكون معنا وشكرا شكرا 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 للمخزن وشكرا للصحراء والصحراء والصحراء وعاملها ومالكنا ومالكنا. الله أكبر. والصحراء سحرتنا الله أكبر. والصحراء سحرتنا الله أكبر. والصحراء ديالنا وعتقى ديالنا ونموتوا عليها وعتقى ديالنا. الله يحفظ مالكنا. إذن متابعين الأفاضل الله يرحمهم جل رحمه كيف ما كتشاهدوا معنا كبير صغير كيقبلوا بالرحمة كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل. ولادنا كلهم فداء الصحراء ولادنا كلهم فداء الصحراء. سيدنا صيفطني للحج الله يجعل ربي يشافيه الله يخليله وليده ويخليله بنيته ويخليله العائلة. يحججني الله ربي على صحته. متابعين افاضل متابعين قناه الشرطه في القناه دائما معكم من قلب الحاده ديال من قلب عفوا جناته ديال حمزه الشهيد الله يحمو جراحمات الله يصبر الاهل ديالو ويصبر الساكنه ديال سيدي حي الغرب كيف ما كتشاهدوا معنا كبير صغير انتم كيف ما كتشاهدوا الرحمن كلين كان شهيد كان ولد مزيان طيب الله يرحمه مسكين ويوسع عليه الله يرحمه الله يصبر والدي الله يرحمه ويوسع الله يرحمه جارنا جارنا قصير حبيبي نسيبنا حبيبنا الله يرحمه الله يرحمه ويوسع عليه الله يرحمه الله يرحمه اخويا ويوسع عليه شهيد الله يرحمه اخويا الله يرحمه محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله يا الله محمد رسول الله يا الله محمد رسول الله. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا اله الا الله محمد رسول الله. متابعين افاضل متابعين قناه شفت في قناه الشعب دائما معكم عبر المباشر كيف ما كتلاحظوا جنازه مهيبه جنازه بواحد الحاله ما تصوروش كيفاش كتشوفوا كتشاهدوا معنا متابعين. لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا ساعات الله يحضر فيها النبي رسول الله. هذه ساعة من ساعات الله حضر فيها النبي رسول الله. قوموا قوموا تمدحوا لله العاشقين في رسول الله. قوموا قوموا تمدحوا لله العاشقين. الله يعطي المصبر الله يعطي المهمته الصبر والعائلته والعائلة كاملة والمغرب كامل حازن داخل الوطن وخارج الوطن هكا وليدي وشكرا نعم. شكرا أولي. نعم دائما معكم اذا غادي نتبعوا كيف ما كتشاهدوا معنا جنازه جنازه لا جنازه مهيبه كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل جنازه كيف ما كتلاحظوا كبير صغير حاضر في هذه اللحظات كاين اللي سخف في هذه اللحظات كيف ما كتشاهدوا معنا اللي ما
شكون؟ إذا كيف ما كانت واحدة مسكينة؟ لا إله إلا الله محمد صلى الله عليه وسلم. تعالوا شرب، تعالوا شرب مسكينة. لا إله إلا الله محمد رسول الله صحيح. إذا غادي نتبعوا الجنازة إلى المسجد اللي غادي نصليو فيه، مسجد سميت هذا الجماعة أولي؟ سميت هذا الجماعة هذا؟ ورجعنا جامعة. المهم احنا الان كيقولوا انا غادي يقضي المنتدى انه يرجع، لكن من هذا الطريق نفس الطريق، لكن ما احنا غادي نمشيو حتى نشوفوا. اذا كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين افاضل، متابعين قناه شوف تيفي، قناه الشعب، كبير صغير حاضر في هذه اللحظات. اذا لا ان شاء الله محمد، اذا ارجعوا كيف ما كتشاهدوا معنا. سير هذه الصوره ديال الصوره ديال حمزه الشهيد حمزه. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل، صغير كبير حاضر في هذه اللحظات. إذا كيف ما كتشاهدوا معنا، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. متابعين أفضل متابعين قناة شفت في قناة الشعب، فهذا كيف ما كتلاحظوا معنا جنازة مهيبة، جنازة كبير صغير حاضر السلطة كاملة. لا إله إلا الله محمد رسول الله. كنتمنى من جميع المتابعين الافاضل متابعين قناه شطفاء انكم تطلبوا بالرحمه، الكل يطلبوا بالرحمه ويتمنى الله يحمو الله يحمو الله يحمو. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. اذا دائما معكم عبر المباشر من قناتكم قناة شوف تيفي. إذا هذه جنازة ديال الشهيد حمزة. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا متجهين إلى المسجد. المسجد سيدي يحيى الغرب سميتو هكا. إذا غيتوجهوا مباشرة إلى المسجد سيدي يحيى الغرب. إجا في وسط مدينة سيدي يحيى. إذا دائما معكم تحية لرجال الأمن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل، وكذلك القوات المساعدة الملكية ولجميع السلطات وجميع المسؤولين اللي حاضرين في هذه اللحظة في هذه الجنازة. لا بعيد عليك، بعيد عليك. لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا كنتم من جميع المتابعين، إذا الأخ ديالو كيف ما كتلاحظوا معنا، الأخ ديالو الصغير
الله يحمد ويصبر الاخير الصغير كيفما كتلاحظوا معنا بالنسبه للافاضل الله يرحمه جل رحمته وليك اللي معاه حمزه سميتو صديق ديالو اذا لابس احمر هو الاخ ديالو الصغير كذلك هناك اخ ديالو اخ ديالو رضا لا اله الا الله محمد رسول الله إذن متابعين أفضل متابعين قناة شفت في قناة الشعب معكم عبر المباشر إذن كيف ما كتلاحظوا الأخير فهذه الحالة يسري كيف ما كتلاحظوا معنا محمد رسول الله إله إلا الله محمد رسول الله كنعتذروا على هاد الصورة ولكن كنحاولوا أننا المهم هو الحدث أننا كنتحرك بزاف لا إن الله محمد محمد رسول الله لا إن الله محمد رسول الله متابعين يا خيال الكلام إذن كيف ما كتلاحظوا معنا لا إن الله محمد رسول الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إلا الله محمد رسول الله لا إلا الله محمد رسول الله إذن كيف ما كتشاهدوا معنا سيدي يحيى كاملة أو السكنة سيدي يحيى الغرب كتشاهد هذه اللحظات حاضرة كاملة غادا مع هذه الجنازة إذن كيف ما كتشاهدوا معنا لا إن الله محمد رسول الله لا إن الله محمد رسول الله إذن غادي نحاول أن نبينكم الصلاة أكثر ونحن نصلي إذن كيف ما كتشاهدوا معنا لا إن الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة شفت في الكبير الصغير حاضر في هذه الجنازة جنازة ديال الشهيد حمزة مجموعة ديال السيارات والناس اللي غادي نعجيهم الشباب اللي غادي يعجيهم وكذلك الناس الكبار غادي في السيارات اللي ما يقدروش يتمشاو كيف ما كتشاهدوا معنا إذا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا كنتمنى من جميع المتابعين أفاضل أن يكسبوا الرحمة للشهيد حمزة اللي كيبغي المرض ديالو 23 سنة الله يرحمه ويجعل رحمات ويصبر الأهل ديالو ويصبر الساكنة سيدي يحيى وكذلك المغرب كامل من طنجة للقبيلة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلاة العصر وصلاة الجنازة على الشهيد إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين الأفاضل متابعين قناة شفت في قناتكم قناة الشعب في هذا البث المباشر
لا كوني هاني تكيد إذن متبين أفاضل، لا إله الله محمد رسول الله، لا إله الله محمد رسول الله. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متبعين أفاضل متبعين قناة شوف تي في قناة الشعب في هذه اللحظات كيف ما كتشاهدوا السكنة كاملة حاضرة بكبيرها بصغيرها هذاك الشاب اللي كيدفع حمر هو الاخ ديالو لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن احنا قريبا الآن من عفوا أفضل الآن قريبين من مسجد مسجد كبير بسيدي حي الغرب لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذن متابعين أفضل رسمات كيف يديروا إذن متابعين أفضل لا إنا الله محمد رسول الله لا إنا الله محمد رسول الله كيف ما كشر معنا الأخ ديال يا حمزة شهيد الله يحمو جرح حمد هذا الأخ ديالو الصغير الله يحمو الله يصبره ويصبر الأهل ديالو ويصبر العائلة ديالو وللأب ديالو صورة ديال حمزة الشهيد محمد رسول الله لا إله إلا الله حمزة جعفري محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله أكبر الله أكبر محمد رسول الله لا محمد رسول الله محمد رسول الله
إذن الآن إحنا الآن أمام مسجد مسجد الأعظم بسيدي حي الغرب في انتظار جثة ديال عفوا موكب الجنازي ديال حمزة الشهيد. إذن بعد الحدث غيتوصلوا إذن قريبين يوصلوا. إذن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذن كيف ما كتلاحظوا معنا متابعين أفاضل متابعين قناة الشعب، معكم عبر المباشر. إذن بعد الحدث غادي توصلوا السيارة ديال الإسعاف، كذلك من هنا غادي يتم دخول السيارة في انتظار السيارة. إذن بعد الحدث قليلة إذن كيف ما كتشاهدوا معنا لا إله الله محمد رسول الله، لا إله الله محمد رسول الله. إذن أنتم كتشاهدوا معنا مشهد مؤثر. إذن في حضور السيارة أنتم كيف ما كتلاحظوا معنا لا إله الله محمد رسول الله، لا إله الله. إذن غيقوموا الآن بالصلاة. إذن الآن إحنا أمام مسجد. إذن هذه هي السيارة. أول مشهد متابعين أفاضل متابعين قناة شرطة قناة الشعب، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله. هذه التابوت ديال الشهيد حمزة، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد. الله يرحمه ويجعل رحمك، الله يصبر العائلة ديال الشهيد حمزة والأصدقاء ديالو الساكنة. إذن في انتظار العودة، معكم عبر المباشر
بعد صلاة العصر والجنازة إذن بمسجد الكبير بسيدي يحيى الغرب متابعين أفاضل متابعين قناة الشتبي اللي نحاول ناخذ بعد إذن يتم قوم الصلاة إحنا الآن أمام مسجد إذن متابعين أفاضل متابعين قناة الشتبي قناة الشعب هذا هو المسجد اللي دخلوا إليه صلاة الجنازة على حمزة الشهيد شهيد الوطن إنا إليه وإنا راجعون الله يرحم ويرحمه ويرحم أمة محمد وكذلك يصبر الأهل ديالو يصبر الساكنين ويصبر المغاربة كاملين من طنجة للقويرة كيفما كشاهدوا معنا متابعين أفاضل جنازة مهيبة جنازة كل حاضر كبير وصغير لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله إذا متابعين أفاضل متابعين أيتما ثم الصلاة إذا الكل كينتظر كذلك الأخ ديالو الكل كينتظر بعد الصلاة غادي نمشيو به مباشرة المقبرة الإسلامية إذا غادي نقولوا غادي معنا لكم عودة معنا من مسجدة عفوا لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله هذا واحد كيمشي كذا فاللي نقدر نقول عندنا معكم عودة أخرى إن شاء الله في المسجدات في هذا الملف ديال حمزة الشهيد إذا غادي نقدر نقول لكم غادي نتلاقاو في بث آخر بعد صلاة الجنازة شكرا لكم على المتابعة ودمتم في رعاية الله وحفظه من جميع المتابعين أفضل المتابعين قناة شوف تيفي لكم سبارتاجيو فضلا وليس أمرا إن إليه وإنا راجعون الله يرحمه وكنتمنى من جميع المتابعين أفضل المتابعين قناة شوف تيفي أنكم كل يطلبوا بالرحمة والمغفرة الله يرحمه ويجزي الرحمات والحمد لله مشى شهيد وكيفما كشاهدوا معنا شهيد الوطن لا إله إلا الله محمد رسول الله شكرا لكم على المتابعة ونتلاقاو في بث آخر إن شاء الله.